السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج هنحب أيامنا، ولسه معاكم مكملين سلسلة الحلقات الخاصة بالمراحل العمرية للسيدات في النساء والتوليد والعقم، واللي هيكون معانا فيها الدكتورة سامية لطفي جاب الله استشاري أمراض النساء والتوليد. مرحبا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. وطبعا كان عندنا الحلقة اللي فاتت ما كملتش، كان عنوان فقرتها هي أشهر الأمراض أثناء الحمل. وهنكمل الأسئلة النهاردة إن شاء الله مع الدكتورة سامية، ولو الحلقة ما كفتش هنتواصل الحلقة اللي بعدها نعم إن شاء الله. طيب، أول سؤال عندنا هو داء القطط أو ميكروب القطط توكسوبلازم. عايزين نعرف إيه أخطاره على الحمل. داء القطط ده الناس اللي هم بياكلوا لحوم مجمدة مش مطهية كويس، زي اللانشون، همبرجر، السوسيز، الحاجات دي. في نفس الوقت اللي عندهم قطة، ربين قطة في البيت ومش مطعمينها ضد التوكسوبلازما، بيجي لهم. اللي بتصاب بالتوكسوبلازما دي بتبقى عرضه طبعا للاجهاض لو في اول فترات الحمل، ممكن يحصل اجهاض. لو في فترات تانية مثلا هي فتره المنتصف او الاخير بيحصل تشوهات للجنين، وممكن ينزل يحصل برضو لدى مبكره، بيبقى العيل فيه تشوهات كتير. فطبعا بننبه على الحامل اول ما تيجي لو عندك قطه يطعميها، يتسربيها من البيت، ما تاكليش اللحوم المجمده دي خالص، عايزه تاكل لحمه تكون مطهيه كويس قوي، ونفهمها عشان مرض القطط او داء القطط. لما بتفهم خلاص بقى الناس بيعرفوا يقولوا لبعض، بحيث ان هم عندهم ثقافه دلوقتي من اكل اللحوم المجمده. طيب، هو ليه نسب معينه؟ يعني في وقت ان احنا ممكن نخاف منه، ان هو مثلا ايه نسبته عاليه او نسبته عاديه ما حسب تضرش. بالنسبه ان في تحليل بنطلب منها تحليلين، في حاجه اسمها اي جي جي اذا كان في اصابه قديمه في جسمها ولا لا، واي جي ام اذا كان في اصابه حديثه. انا يهمني اذا كان في اصابه حديثه ولا لا، هي دي اللي هتضر. برضو قال ليها نسب، ولو هي اكتشفنا في اول حمل لازم بنعمله في اول حمل. لو عندها نسبه بنديها أول علاج، شهور يعني؟ بنديها علاج معين، كورس كده اللي هو روفامايسين، بندي لمده 28 يوم. وبعد كده بنريح ونعيد التحليل تاني نشوفه راح ولا لا. فبنعمل احتياطاتنا طبعا من اول الحمل، لان هو مش كويس مع الحمل. مظبوط. طيب، هو يعني خاص بالقطط بس؟ يعني من خلال الاسم كده، يعني هو خاص بالقطط ولا ممكن القطط اي والحاجات اللي هي دي حيوانات تانية اليفه موجوده هي تقلب الاليفه اللي العدو؟ ليها فرو، بس غالبا هو القطط هي اللي بيبقى في البيت اكتر. انما لو كلب برضو، كلاب اللولو دي ممكن حاجات اللي هي شعر وفرو كتير. طيب، سؤال تاني، الار اتش في الحمل. الار اتش طبعا اول حمل ما تيجي الحامل لازم نعمل تحليل ار اتش. ار اتش ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ نوع من البروتين او انتج معين موجود على الغشاء بتاع الخليه الحمراء. تمام. موجود هو اول ما اكتشف عند القرود، حتى مسمينه بيهم ريسس. موجود في عند البشر 85% موجب. الار اتش بتاعتهم موجب، سواء ستات او رجاله. في 15% سالب. الست اول ما بتجيني حامل اول تحليل هنقول لها اعملي الار اتش، اذا كانت سالب بنعمل تحليل لجوزها. تمام. لو سالب زيها مفيش مشكله خلاص، انما لو موجب يبقى اذا دلوقتي مع اول حمل بيعدي بسلام. الا اذا هقول لك الا اذا دي ايه؟ الا اذا البيبي هياخد طبعا غالبا بيطلع بوزيتيف زي الاب. تمام. فلما تيجي وقت الولاده عند انفصال المشيمه بيدخل جزء من دم الجنين ده للام. تمام. فبيعمل جسمها اجسام مضاده ضد الار اتش ده. الحل ايه بقى؟ لو هي الام وهي حامل نزفت لاي سبب ما، بيبقى ممكن دخل لها برضو الار اتش، هيبقى عندها اجسام مضاده. تمام. نفرض مثلا نزفت وخدت نقل دم بفصيله ثانيه موجه، تعرضت نفس الموضوع. يعني هنقول غالبا اول طفل بيعدي بسلام الا لو الحاجات الثانيه اللي قلت عليها دي. تمام. لما تيجي تولد المفروض بنديها حقنه الانتي دي اللي هي ضد الار اتش دي، علشان اللي هي يوم الولاده ولا في يعني بتبقى خلال 72 ساعه من الولاده. مش في الحمل يعني، علاجه مش في الحمل ده اللي النقطه اللي انا بتكلم فيها. في الحمل لو هي زي ما قلت لك ايه، اتعرضت انها حصل لها نزيف وخدت ار اتش موجب في الدم او كده، بنديها اثناء الحمل. لكن هي كويسه ما اتعرضتش لحاجه، بعد ما بتولد في خلال 42 ساعه الاولانيين بندي حقن الار اتش عشان سلامه للجنين الجديد. لو حمل الثاني وما خدتهاش هيجي طبعا الدم فيه الاجسام المضاده. مزبوط. ممكن يعمل تجلط في الدم ويعمل تكسير لدم الجنين، غالبا يا لا قدر بيموت في بطنها، لا قدر الله. او لو نزل بينزل طبعا عنده تجلط في الدم وبيبقى مزرق، وبيبقى الطفل متضخم وستيس في بطنه، حاجه مشاكل. فاول ما بيتولد لو ما خدتش الار اتش والجنين حي بيحاول يعملوا ايه، تغيير للدم كامل عشان يعيش يعني. طيب، نقطه تانية هي مشاكل الحمل خارج الرحم، ايه اسبابه؟ بصي، هو ليه اسباب يعني عوامل مسببه زياده. مثلا طبيعه الست عندها الانبوب طويل زياده او في تعرجات. تمام. فممكن بيضه تركن فيه ويحصل التخصيب والحمل جوه الانبوبه.
اضراره بقى يعني في معلش اقول بتشال لك اسباب تانية، في اسباب تانية مثلا مركبة لوب، في احتمال نخرجها مع اللولب، اللولب بيمنع الحمل داخل الرحم مش خارج الرحم. عندنا سؤال ان شاء الله في اخر الحلقة عن اللوب والحمل على اللوب ده. ايوه ناس تانية مثلا بتاخد حبوب مانع حمل بتاعة الرضاعة او الحقن من 3 شهور، الحاجات دي بتقلل حركة الانبوب تمام. فبتخلي برضو البويضة تركن. لو حصل حمل خارج الرحم غالبا بيبقى في الانبوب، ممكن في الجزء الضيق اللي هي ما بين الرحم والانبوب، تمام. ده اخطر حاجة بقى، لان الجزء ده ضيق لو جه الحمل يكبر تنفجر الجزء ده، يعمل نزيف داخلي في البطن وبتبقى من الحالات المميتة لو ما تلحقش على طول. بيعمل نزيف جامد. تشوفوه ازاي؟ السونار العادي ولا بالسونار لازم العادي بقى، ثلاثية؟ سونار مهبلي مع الاعراض، عيانة بتجيلك من بره وهي داخلة عليكي بتشك فيها ايه مغص اعراضه بقى؟ ومتنية على نفسها اتنين، الدورة مثلا متأخرة كام يوم أو مركبة لوب، فنعمل على طول اختبار حمل في الحال حتى لو مش باين في السونار، ما لحقش يبان، نعمل اختبار حمل يبان في الدم. يبان طبعا في اختبار الدم. طيب وايه الحل بقى؟ الحل بقى لو هو اتلحق بدري مثلا بسرعة عرفنا قبل ما الأنبوب ينتفخ، ممكن نديها أدوية بعض حقن كيماوي توقف نموه عشان ما خلاص. يكبرش، ما الخوف لما بيكبر تمام هيقف نموه خلاص. في احيانا لا، ده في الانبوب وعمل مغص شديد بنفتح على طول او بنعمل منظار. طب لحظة واحدة، هو وقف نموه يعني حضرتك هتسيبوه برضو في المكان ده يعني ما في هو غطس بعد الغدة كده او بيحصل الانبوبة عملية ده؟ تحلل وحاجات خلاص، المهم ما يكبرش، احنا كل المشكلة لو الحمل بيكبر الانبوب ضيق وصغير. يعني بيتساب لوحده مثلا هينزل مع الدورة ما هو مثلا؟ طالما موتناه وقفنا نموه خلاص هو مفيش يتحل. اي ضرر على الست منه؟ لا لا، بس احيانا يأثر في الانبوبه يبقى ممكن يعمل فيها انسداد او كده، لكن مهم انا يهمني ايه، ما يحصلش انفجار ونزيف داخلي. لو الحم بدأ يكبر لا، يا اما بنشيله بمنظار بطن على طول لابروسكوب او بنفتح جراحي، لان احيانا بيكون للدرجه دي؟ دخل في انفجار. بنفتح طبعا جراحي وننظف كل الدم اللي في البطن، ولحد بيعمل نزيف داخلي في البطن وممكن فبننظف يتشال كمان ونشيل المبيض الانبوب طبعا. لا لا المبيض المبيض، كمان لا ممكن يتضر المبيض في احيانا اللحظه دي. بيحصل حمل على فكره في المبيض، بس هو دايما معظمه في الانبوب. طب والحمل المبيض المبيض لو سليم لا بنسيبه، لا لو حمل مبيض بنشيله. يعني بقى يعني بقى لا ده كده بيقضي على نفس القانون يعني نفس انه لا القانون. يعني انما لو في الانبوب بنشيل الانبوب بس ونسيب المبيض، لان طبعا المبيض مفيد ليها في حاجات كتير. طيب الحصبة الألمانية في الحمل أعراضها إيه من أو إيه الحاجات علاجها؟ الخطر برضو في الحمل جدا، يعني هتلاقي إيه ست أعراضها؟ عندها درجة حرارة مثلا ما بتزيدش عن 8.5، هتلاقي ممكن راش اللي هو بقع حمرا رفيعة كده على جسمها، همدان في جسمها، هو نوع من الفيروس تمام. بيسيب الحمل. ممكن يجي لها دايركت وممكن يجي لها عدوى، عندها ابنها ولا ابن الجيران اي حد جنبها عنده الحصبة الألمانية تاخد منه عدوى. تمام. مشكلة الحصبة الألمانية من اكثر حاجات بتعمل تشوهات في الجنين، بتأثر تشوهات للدرجة دي؟ تشوهات طبعا في الجنين وفي عينيه، ممكن تعمل ميه البيضه للعيل في تبص أي لعيل مرحلة عمرية في الحمل؟ مولود، بالذات لو في الاول في تكوينه وفي الاخر برضه مش كويس. فالحصبه الانيميه احنا دايما علاجها بروفيلاكتيك اكتر ما علاج، يعني احنا بنقول للست من الاول ابعدي عن اي عدوى، طفل مثلا عنده حصبه ابعدي عنه خالص، ما تخليش نفسه قريب من لا نفسه. هي يقينا مش هتكون عارفه يعني اكيد يعني يا اصل دكتوره، هي يقينا مش تبقى بيبي عارفه. سخن وبدا يبقى عليه ريقش اللي هو البقع الحمراء، فبنقول لها تجنبي ابعدي عنه. ايه علاجها طيب؟ يعني احنا خلاص هي اتصابت بقى وقدر الله ما شاء فعل، هي بتتعامل علاج ازاي الحاجات معاها العاديه المخفضات الحراره والمضادات الحيويه الكلام ده، بس طبعا لو بالنسبه هو للبيبي؟ يعني لو هي مرحله ايه اوليه، تاثيره عليه لو يعني؟ مرحله اوليه بيعمل تشوهات وهينزل الحمل، لكن ده لو اللي فتره بتكلم فيه. متاخره بنعمل بقى الفور دي ونشوف ايه اللي حصل في الحمل. بس هو يقينا يعني لا قدر الله يعني ربنا يعني خطورته اكتر يعافينا. حاجه في اول 3 شهور، في اول 3 شهور. عليها فتره تكوين الجنين. طيب وبعد كده ممكن بقى البيبي دوت اللي هو مامته خدت الحصبه دي يعني يكون هو كمان مصاب؟ يعني لو هي على اخر الولاده مثلا ينزل مصاب هو بنفس عامة الاعراض؟ الطفل يعني لما تلاقوا مثلا في بيتولد، بقع وحاجات زي كده؟ ما الطفل لا لما الطفل لما اتولد غالبا بياخد مناعة في الأول من دم الأم، إنما لو ظهر فيه أعراض بقى طبعا نشوفه دكاترة الأطفال. تمام. طيب برضو من الأمراض اللي بتبقى يعني مأثرة على الحمل أو بتظهر قوي مع الحمل هي التهابات المسالك البولية، إيه سببها وإيه علاجها؟ هي مش شرط مع الحمل بس، هي مع الستات دايما عرضه التهابات من المسالك البوليه، التهابات من المثانه، لان اساسا فتحه المثانه البوليه جنب فتحه المهبل. تمام. فالست لو ما عندهاش نظافه شخصيه، عندها التهابات متكرره باستمرار، سهل قوي الميكروب هيدخل على فتحه البول.
طيب ايه اضرار بالحمل الحمل؟ بقى كمان بيزود ليه، كل ما الرحم بيكبر بيضغط على الكليتين، ممكن يخلي الكليه منتفخ، حوض الكليه منتفخ، فبتقومش بيضغط على معاها. المثانه، فتبص تلاقي يبقى في قابليه ان الميكروب يدخل. تمام. بنعملها تحليل بول طبعا، نشوف نسبه الصديد قد ايه، البكتيريا عندها قد ايه، ممكن نعملها مزرعه عشان تاخد المضاد الحيوي المناسب، تنصحها بقى تشرب ميه كتير، تقلب نفسها في النوم، ما تركزش على جنب معين عشان ما يضغطش على كليه واحده، مظبوط. يبقى مره هنا مره هنا مره على طيب الظهر. استاذن حضرتك ناخد هاجر من الغربيه. الو. الو، ايوه يا هاجر، ايوه، السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. السلام لو ورحمه الله. سمحتي ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره مع حضرتك. ايوه دكتور، بعد اذنك، انا بقالي سنه متجوزه تمام. ولسه ما حصلليش حمل. يعني حمل، وانا عندي املاح كتير، رحت كشفت وعندي املاح كتير وكده، أملاح ملهاش وعايزه علاقة. اعرف حضرتك يعني اخد ايه، منشط ولا حاجه؟ لا ما تاخديش لسه ما منشط الا ما تعملي تحليل الاول، تطمني على التبويض عندك اخباره ايه. لازم تعمل هرمونات الخاصه مع الحمل. اي استفسار تاني يا هاجر؟ متشكرين على الاتصال. لازم تعمل تحليل اول حاجه، المفروض تحليل الزوج ده ابسط تمام حاجه عشان نشيله من حساباتنا. تمام بعدها هي تعمل تحليل هرمون التبويض، هرمون اللبن، هرمون الغده الدرقيه، الحاجات اللي ممكن تاثر مع الحمل. اطمنا ان تبويضها ضعيف، محتاج منشط تدي، وندي حسب نتيجه التحاليل وحسب السونار ما بين فيه تكاثف في البيض ولا لا. لو تبويضها كويس مش محتاجه منشط يبقى خطر تاخد منشط، ممكن يدخلها في مرحله تنشيط زياده ليها، بس مش دي من حالات الخطر، فمش اي حد ياخد كده عشوائي المنشطات، لازم ليها قانون. يا ريت والله الناس تسمع. انا عايزه لا اقول ده في لحضرتك مجرد ما اتاخرت شهر اتنين بالظبط تجري تاخد المنشط بس. وتيجي بقى والدكاتره ما فيش، لا بالمضاعفات. ده اخر حاجه هيلجأوا لها موضوع الزوج ده يا دكتوره على ما فكره. بيرضوش، لان في مناطق الراجل اللي عنده طبعا استحاله تقولي له تقنعيه يعمل تحليل، بس هي الست ما تجيش على نفسها وتاخد حاجه تاذيها عشان هو مش راضي يحل، فلازم هي الاول تتاكد اذا كانت محتاجه فعلا منشط ولا لا. طيب لو سيده حامل وعندها مشاكل في القلب، ازاي بنتعامل معاها في الحمل؟ اول حاجه لازم تروح لدكتور القلب يقول لي تمام. حالتها كويسه، تتحمل الحمل ولا الحمل خطر على حياتها، محتاجه علاج هيديها العلاج، لازم دكتور القلب مع دكتور النساء يتابعوها لحد الولاده. مظبوط. حالتها كويسه متحمله برضو وقت الولاده، بنفضل ان احنا ما نعرضهاش على اجهاد الطلق والولاده الطبيعيه طبعا مجهده للست، فساعتها بنولد قيصري علشان نرحمها من التعب ونقلل فتره الضغط على القلب. طيب وتأثيره على الجنين، هل بيتأثر ولا ما فيش اي لا تأثير لا عليه؟ مفيش تأثير. طيب الحمد لله. طيب سؤال تاني، اسباب تسمم الحمل، الضغط طبعا بس؟ بصي، هو بيبقى فيه قابليه، يعني مثلا ست عصبيه قوي، جواز في فتره مثلا يا بدري قوي، عيله صغيره اتجوزت او اتجوزت بعد 35، بيبقى تمام. فيه قابليه، عندها الضغط مرتفع وما بتعالجوش كويس، ممكن جالها مثلا تسمم حمل قبل كده عرضه يجي لها تاني، عندها حمل في توأم، تمام. عندها سكر ومش متظبط، كل الحاجات دي بتندرج تحت مسمى بتندرج تسمم تقدم الحمل. تسمم الحمل ليه مراحل، في تسمم وفي قبل التسمم، ازاي؟ يعني الست هتيجي ممكن تيجي كل مشكلتها تقول لك انا ورمه جسمي كله متنفخ مش عارفه السبب. مش عارفه السبب، عندها صداع، عندها زغلله في العين، فما نقولش بقى اصل الصداع ده شويه برد ولا شويه ضغط، لا نشوف الاول الضغط ايه. لو الضغط عالي لازم نعمل تحليل بول نشوف نسبه الزلال قد ايه، لان تسمم الحمل بيبقى معاه التورم والضغط العالي والزلال في البول. لقينا الاعراض دي يبقى هي داخله مرحله تسمم، نلحقها قبل التسمم. تمام. هنظبط الضغط، نقول لها تهدي نفسها، تاخد حاجات مهدئه، نشوف دايما التحاليل بتاعتها اخبارها ايه، وظايف الكلى ايه، لان برضه وظايف الكلى لو في مرض في الكلى بيزود الضغط اكتر. مظبوط. طيب هنرجع لسه لتسمم كان الحمل. في لا ده تسمم. في معانا اتصال، استاذ عادل من سوهاج راجل، بس مش عارف يسال عن ايوه مراته ولا عن ايه. اتفضل يا استاذ عادل. دلوقتي انا معايا المدام يعني متجوزين بتاع 4 5 6 شهور، وعملنا تحاليل، بالنسبه لنا تحليل الزوج طلع كويسه، طب وهي يا فندم بالراحه، حضرتك متجوز من 6 شهور مظبوط؟ طيب بتقول عملت تحاليل وطلعت كلها انا كويسه. قلت التحليل بتاعتنا كويسه، وهي ده تحليل هرمون اللبن، لو نسبه عاليه يعني نزل لها هرمون اللبن نسبته بتاع عاليه، اللبن. اصل الصوت واطي عند حضرتك يعني انا بسمعك بالعافيه. بالنسبه لهرمون اللبن يعني طلع ده برشام هرمون اللبن، وده حاجه للالتهاب، بس ما حصلش حمل، والدوره مره اتاخرت الشهر اللي فات، يعني جابت على 40 45 يوم. تمام.
طب هرمون اللبن عالي حضرتك كام يعني؟ الدكتوره هي تسال السؤال ده. كام نسبته؟ نسبته كام؟ اجينا منتظرين الشهر ده يعني. يا فندم هرمون اللبن الدكتوره بتسال نسبته كام؟ لا ده هو ده كده عشوائي يعني، ده بيخلي البرشامتين ده ممكن يكون هرمون اللبن عالي ممكن يعني. هو ما عملش اصلا تحليل، ما عملش يا دكتوره تحليل. طيب متشكر على اتصالك. طيب شكرا على اتصالك يا استاذ عادل. هو هرمون اللبن لو عالي بيضعف التبويض او يوقفه كمان لو عالي قوي، بس 35 لازم تعمل. لا 35 مش عالي قوي، هي مجرد ما تاخد علبه الحبوب اللي قالك حبتين دي ممكن ينزل. الدوره بتتاخر تمام، يبقى ممكن يكون التبويض نفسه ضعيف. تعمل سونار طبعا ما يكونش فيه تكيس مبايض، هرمون التبويض نفسه بتعمله في اليوم 21 بدايه الدوره، تشوف نسبته قد ايه، لو محتاجه منشط هتاخد وحسب الكميه اللي عندها. مظبوط. طيب نرجع بقى لسؤالنا تاني، تسمم الحمل مواضيع لان ممكن في ست مهمله وممكن لا قدر الله تودي نفسها في داهيه بسبب الاهمال. لا قدر الله لقينا الاعراض دي هنبتدي نتابعها كويس، بتهدى بالعلاج والضغط بينزل والزلال بيقل وحالتها كويسه، بنحاول نرسمها ونكمل الحمل لحد مثلا 37 38 اسبوع ونولد بسرعه. تمام. نفرض ما بتتحسنش، تحسنش دي يبقى نولد ايا كان عمر الجنين. ليه؟ لان ممكن لا قدر الله تبتدي يعمل ارتشاح في المخ عند الام. عند الام يعني حضرتك عايزه تقولي هنولد بدري عشان نتفادى المشاكل، نتفادى خلاص بحياه الام دلوقتي عليها. اهم من الجنين. ممكن دخلها لا قدر فشل كلوي ولا فشل في القلب، يعني مضاعفاتها كتيره. ممكن بقى الاخطر تدخل في تشنجات. لو دخل في تشنجات خلاص هي في قمه التسمم، تبص تلاقي جايب لك الحاله متشنجه ومتخشبه، الخوف بقى عدت لسانها. لسانها قلب ورا، قفل القصبه الهوائيه، دخلت في اختناق. كل ده طب ما ليه؟ انا جابوا لي حاله مره وقاعدين في النبطشيه وبنضحك ومفيش حاجه والدنيا رايقه وزي الفل، وفجاه داخلين ببنت شايلينها والده بقى لها مثلا 12 ساعه ودخلت في التشنجات. فالبنت قافله، لازم نعملها اير واي، نحط على طول انبوبه اهم حاجه عشان التنفس واضمن الفكين ما يقفلوش على بعض. نبتدي ندي بقى حاجه تهدي التشنجات، حقن كنزم، ندي حقن الفاليوم تهديها. نبتدي بقى ندي حاجات محاليل مركزه عشان تنزل الارتشاح اللي على المخ. ليها علاج معين، بتدخل رعايه مركزه. موضوع كبير. فلازم كل ست تهتم. احنا خدنا تسمم الحمل حلقه كامله. انا بقول لك ده موضوع كبير، فلازم كل ست تهتم بالضغط. مفيش حاجه اسمها تجيني في الشهور الاخيره وتسمم حمل، غالبا بيجي من شهر الخامس وانت طالعه. قليل لو جه بدري، يعني هو دايما من الخامس. فلازم الست تهتم بقياس ضغطها، حتى لو انت مش عايزه تروحي تكشفي يا ستي وشايفه الدنيا حلوه، ما العيل بيلعب وخلاص. لا مفيش وخلاص. هو ده مقياس الست على فكره. ايوه مقياس الست. البيبي بيلعب يبقى الدنيا تمام. خلاص. ففي حاجات تانية تقيس الضغط وتهتم وتشوف تحاليلها في زلال ولا لا. لو في حاجه ما تتلحق بدري احسن ما لا قدر الله، يا نلحق يا ما نلحقش. لان برضه تسمم الحمل لو عالي ممكن يفصل المشيمه بدري، الضغط عالي اصلا تدخل في نزيف، يتلحق يا ما تلحقش. بسرعه بقى اجري على المستشفى، ما انت عشان تجيبي دم النهارده مش بالسهل، وعقبال ما تعملي توافق والكلام ده معدل النزيف رهيب. مظبوط. ففي نفس الوقت البيبي برضه يتلحق ما تلحقهوش. الضغط العالي اصلا بيقلل الدم اللي دخل للجنين، تلاقي الجنين ضعيف، الام اللي عندها تسمم حمل جنينها ضعيف وزنه قليل. فلازم سونار مع التحاليل يعني تحترم الحمل شويه الست. لا ما انا كنت قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت احنا ما عندناش وسط والله الحقيقه. ايوه ايوه هي واحده تجيلك يعني في اول حمل شوش وشها تاني، يا واحده كل اسبوع او كل تلات ايام. ايوه ايوه خصوصا لسه متجوزين جديد بقى وفرحانين بنفسهم وحوامل وحاجات زي كده. طيب احنا ازاي ان احنا نتجنب اخطار الحمل؟ يعني تسمم الحمل بالذات اتجنبه ازاي؟ مثلا متابعة كويسه زي ما اتفقنا، الست ما لهاش تنرفز بقى وكل حاجه تدق عليها في الحمل. تحاول ان هي تتابع كويس، تقيس ضغطها، لقت اي تورم في رجليها تروح للدكتور. نديها حاجات تهديها دايما. طيب ده بالنسبه لو كان ضغط. باقي الحاجات طبعا اللي عندها سكر برضه تظبط سكرها، اللي عندها توأم تزود في المراجعه، بدل ما تروح للدكتور كل شهر تروح له كل اسبوعين. بحيث ان هي اول باول، في كتير بيعدوا بسلام وتولد ومفيش مشاكل. طيب احنا عندنا سؤال، الضفيره العضديه والتشخيص ايه بتاعها؟ الضفيره العضديه دي موجوده في الكتف، ضفيره عصبيه. احيانا بنيجي نولد طبيعي، البيبي يكون حجمه كبير. في عيل مثلا 4.5 5 كيلو، فالعيل راسه طلعت بالعافيه واتحشر، كتافه عريضه. مش عارفين نطلع البيبي. واحنا اتزنقنا لازم يطلع، ما خلاص راسه طلعت. ما ينفعش قيصر، ما ينفعش خالص، فلازم يطلع. فبنشد جاب، نضطر نشد ونزق لحد ما يطلع. حصل له ملخ هنا. مظبوط. العصب ده لو اتملح يا اما حاجه بسيطه، اربس ده تلاقي دراعه واقع كده،
مظبوط. او بريكل بوكس ده الضفيره مزحت حلو يعني، تلاقي دراعه واقع خالص بقى. فلو هو بسيط بنلحق علاج طبيعي من البدايه عشان نقوي العصب. طول العلاج الطبيعي بقى بيحطوا كمادات، بيحطوا اجهزه كهربائيه تمام. انما البريكيال بقى دي حاجه اصعب. لما تشوفي العيل هو كبير، حتى اول ما تشوفيه تعرفي ان ده كان عيب ولاده. مظبوط. تلاقي الدراع اللي هو واقع وايده عامله كده، ما لهاش حل. فعشان كده بننصح اي ام ما تكبرش العيل كبير في بطنها، تسمع كلام الدكتور وتقول القيصر. هو المفروض ان الدكتور هو يعني ادرى بالظروف مع الدكتور، لكن انت معاكي 100 خبير جاي مع الحاله. الحما واخت جوزها، الحماوات الاثنين سلفتها لو ليها سلفه كبيره اهو كده، وامها وكل واحد. لا ازاي، ما طول عمرها بتقول الطبيعي، طول عمرها مش لا انتوا دكاتره بتسرعوا، عايزين تفتحوا خلاص. فلو اضطرينا هوناها طلع العيل بمشكله، والواحد طبعا ما فيش دكتور لسه ما عداش عليه على فكره ملك الولاده ده، عشان تبقى عارف. مظبوط. طيب واحنا كده برضو ما وصلناش لنص الاسئله، وعايزه اقول لحضرتك ان الفقره خلصت، وشكلنا برضو مكملين على مشاكل الحمل الحلقه الجايه ان شاء الله. تمام. بشكرك جدا جدا، وانا بستمتع انا شخصيا بلقاء حضرتك جدا. شكرا جدا. بشكركم اعزائي المشاهدين، كان معانا ومعاكم في الفقره الدكتوره ساميه لطفي جبلة، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني.